طيب ازيكم يا شباب؟ خلينا نكمل الكيو او نبدأ الكيو بقى. انت لازم اكيد يعني هتكون فاهم الكونسبت بتاع الكيو، ان هو عبارة عن طابور فيرست ان فيرست اوت. يعني مثلا لو مشينا بالطريقة دي، لو انت هنا دوت عبارة كده عن طابور، وده مثلا كي كاشير الناس واقف عليه، أول واحد جه واقف هنا في الطابور، جه بعدي واحد تاني واقف، جه بعدي واحد تالت رابع وهكذا. مين اللي هيمشي الأول أو مين اللي هيخش على الكاشير الأول؟ أكيد أول واحد. طب أول واحد ده خلص، مين اللي هيخش بعده؟ تاني واحد، تاني خلص، تالت واحد، وهكذا. فده فكرة الكيو أو الطابور بشكل عام. طيب كان في في الليكتشرز انك في الاول لو انت عملت الكيو ده بالطريقه اللي هي العاديه اللي هي دي، هتيجي معاك وهتعجز قدام. من ناحيه ايه؟ من ناحيه انك ساعتها هتكون خلصت الاراي بتاعتك. يعني مثلا ده هنا اعتبر ان هنا الكي، هنا الكاشير، تمام. وبعدين انت دخلت ايه، وبعديها وراه بي، وبعديها سي، وبعديها دي. طيب الاي راح للكاشير، خلاص خلص، والبي هيروح بعده، والسي هيروح بعده، والدي هيروح بعده. الطابور كله اتملى وقفنا هنا. طيب الناس اللي كانوا في الاول ده كده، المكان ده فاضي، ما فيش حد موجود فيه، بس هو عندي فاضي، في مساحة فاضية، ازاي ارجع له؟ فدي المشكلة اللي واجهتنا، ان احنا نعمل الكيو بالاري بالشكل المعتاد بتاعها من غير ما يكون عليها اي تعديل. عشان كده دخلنا بعديه على ايه، على السيركلر كيو اللي هو ده. هنشوف دلوقتي ازاي نتعامل بيها وهنفهمها ان شاء الله. دلوقتي لو انا عندي ده الكيو اهو، عبارة عن سيركلر كيو، هنبتديها ازاي بقى؟ هنبتديها بان اول حاجة مثلا انا هنا عندي هيبقى الفرونت، تمام. ده كده الفرونت، ده كده اول واحد في الطابور. يعني لو انا عندي الكاشير هنا اهو، ده هيخش اول واحد في الطابور، تمام. طيب المفروض اللي يخش بعده، فهنا المفروض اللي يكون بعده مثلا لو ده كده اول واحد، ده كده هيبقى تاني واحد، ده اللي دخل وراه في الطابور. طيب اللي وراه دوت، ده كده اسمه فرونت، ده كده الاولاني اللي في الاول اسمه فرونت، اللي وراه هيبقى اسمه رير. رير يعني خلفي، فده كده بقى الرير عندي اللي هو رقم ايه، رقم اتنين، تمام. طيب دلوقتي لو انا دخلت رقم كمان اللي هو رقم تلاتة مثلا، مين هيبقى الرير؟ لو انا حطيت هنا تلاتة، التلاتة دي هي اللي هتبقى الرير عندي. طيب وهكذا، دخلت اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية مثلا، يبقى كده مين الرير عندي؟ رقم تمانية، ده كده الرير. طيب نسأل بقى سؤال كده، أنا دلوقتي ده عندي الفرونت، صح؟ طيب قبل ما ده يكون في حاجة قبل ما ده يكون في حاجة أساسا، يعني أنا لو عندي كيو تاني أهو، تمام، وفي الكلام ده ايا كان، في نفس الحوار برضو. طيب ده هنا دلوقتي لو انا هبتدي من هنا مثلا، المفروض ان ده كده يبقى ده فاضي، فالمفترض ان دوت يكون الرير بتاعي. يعني ده يكون الرير، ليه؟ ده اخر واحد عندي، ده اخر مكان عندي اساسا، بس هو الفكرة ان مفيش قدامه حد. طب اول ما يجي في حد، ده هيبقى ايه؟ هيبقى برضو الفرونت. يعني ده دلوقتي بقى الفرونت، والرير خلاص هو هو نفس نفس الكلام هو ده. طيب لو انا دخلي هنا رقم اتنين، ده هيبقى الفرونت، بس هيفضل فرونت زي ما هو، ده كده هيرجع وهيبقى ايه؟ الرير، والرير هتتشال من هنا. فلازم قبل اي، يعني وانا ببتدي دلوقتي، ده هيكون عندي كارير. طيب احنا عندنا، فاكر انت لو تفتكر، مش كان في عندنا كونسبت ان احنا ممكن نعمل
في الستاك ان التوب مثلا نخليه بيساوي ماينس وان. بالمناسبة ديت في ملخصات نازلة كتابة يعني فيها الأكواد مكتوبة، السؤال والكود مكتوب على طول، ده لو أنت مش عايز تسمع الشرح شايف نفسك إنك فاهم وعايز بس تعرف الفكرة بتاعة الكود هتبقى عاملة إزاي، تقدر تروح تشوف هناك هتلاقي برضو في الحل ده. لو التوب عندك هيبقى بماينس وان، هتلاقي إن الفانكشنز معمولة كفانكشن مش ككيسز زي ما أنا كنت عاملها في الفيديو. هو في الفيديو أنا كنت عامل الكيسز مثلا كيس وان كيس تو عشان نعرف نطبقها بسرعة. هتلاقي الفانكشن معمولة وإنك إزاي تبعت البارامتر الفانكشن ديت مثلا ستاك أو كيو وتناديها جوه بطريقة الكول باي ريفرنس أو الكول باي فاليو. الكلام ده هنعمله يعني أنا هشرح أساسا الشيت بتاع الشيت بتاع اللي هو البي دي اف دوت، بس ساعتها هنبقى نمشي فيه واحدة واحدة. المهم يعني إن احنا ماشيين بالطريقتين، الشيت دوت هيبقى فيه الموضوع اللي هو التوب مثلا ماينس وان، والفيديوهات الأولانية كان فيها التوب بزيرو مثلا علشان تبقى أنت برضو فاهم كذا فكرة مش محدد نفسك بفكرة واحدة. طيب ما علينا. نفس الفكرة ديت لما أنا كان عندي في توب بماينس وان، هنا برضك نفس الموضوع. مش في التوب بماينس وان كنا بنعمل إيه؟ لو أنا مثلا ماسك الستاك، لو أنا عندي الستاك أهي وواخد كده دي الستاك بتاعتي مثلا، لو أنا قايله إن التوب بيساوي ماينس وان يعني التوب هنا، المفروض أعمل إيه عشان أحط أي حاجة هنا؟ لازم أعمل توب بلس بلس الأول. يا جاي كده ليه؟ لازم أعمل توب بلس بلس الأول، فالتوب عندي يبقى بزيرو اللي هي بعد السالب واحد و يتحط فيها اللي أنا عايزه. هنا برضك نفس الكلام، أنا المفروض أخلي الرير هنا عندي بزيرو زي ما احنا عاملين. لو احنا هنعتبر دوت كده ده الاندكس اوف زيرو، ده الاندكس رقم زيرو عندنا. طيب في الموضوع ده انا مش هخلي الرير عندي بزيرو، لا انا هخليه بماينس وان، هنفهم ليه قدام شوية. فده كده هيبقى الرير. طيب الماينس وان، ماينس وان من ايه؟ ماينس وان من الزيرو، يعني من بداية الاري. هو مش هيبقى هنا حرفيا، لا هو هيبقى في الهوا كده هنا قبل اصلا ما ايه، قبل ما يعني دي كده بداية الاري بتاعت اللي انا هشتغل فيها من اول هنا اهو. يعني لو غيرنا اللون مثلا ده كده من اول هنا، ده كده البداية بتاعت الاري بتاعتي. طيب هي بزيرو الرير بتاعتي لو بماينس وان هتبقى بماينس وان فين؟ بره في الهوا زي التوب كده. التوب كانت بماينس وان فين؟ في الهوا، يعني ملهاش مكان محدد. انا اول مره اول ما اعمل هنا الرير دوت بلس بلس هيبقى الرير عندي بكام؟ بزيرو، هيقوم جاي على الاندكس ده كده على طول، فده كده بقى عندي الرير. طيب هو دلوقتي ممكن انت ما تفهمهاش، ممكن تفهمها من شرح السلايدز لو هنا الدنيا لخبطه شويه، وممكن تفهمها من الكود بقى. نيجي على الكود ونمشيها مره واحده. السايز هو بيبقى عدد الاليمنتس اللي موجوده جوه، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا السايز عندك هيبقى 8، طب أنا شلت الرقم ده، السايز عندك بقى 7، شلت ده بقى 6 وهكذا. طيب لو هنا السايز 8، ده معناه إن أصلا الأري بتاعتي أو الكيو بتاعي الماكس بتاعه بيساوي كام؟ بيساوي 8، عشان هي فعليا هنا اتملت على الآخر، عشان هي هنا فعلا اتملت على الاخر، فده الماكس بتاعي. الماكس بتاعي هنا هيبقى 8، تمام. طيب لو انا كل ده كان فاضي، يعني هنا مفيش ولا هنا ولا كل ده، السايز عندي هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو، مفيش اي حاجة عندي. طيب نرجع نشوف الكود وهنفهم اكتر ان شاء الله. اول حاجه بعمل له، اول حاجه طبعا بنشتغل عليها الكيو دوت اتش. عملت له تايب ديف للانجر هسميه انتري تايب، وهعمل استراكت بتاع الكيو زي ما عملنا هناك الاستراكت بتاع الستاك. ممكن افتح لكم بتاعه الستاك عشان نقارن بينها، بس يعني هنضيع وقت وانت كده كده ممكن تبقى ترجع لها. هنعرف فيها 3 حاجات. في الستاك كنا بنعرف حاجه واحده بس اللي هي التوب،
لا احنا هنا هنعرف 3 حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم: الفرونت اول واحد في الطابور، الرير اللي هو بيبقى اخر واحد في الطابور، والسايز اللي هو ايه السايز بتاع الكيو دي، الاليمنتس اللي موجودة جوه عددهم قد ايه. واخر حاجة هعمل اري بالانتري تايب بتاعتنا اللي هي المفروض انتجر، واسميها انتري واخلي السايز بتاعها ماكس اللي هي ب 20. طيب هيبقى عندي 6 فانكشنز. طيب احنا الاستراكتر اساسا سميناه كيو زي ما هناك كنا مسمينه ايه ستاك. طيب نرجع للفانكشنز. اول فانكشن عندي اللي هي كرييت كيو، ببعت لها الكيو كول باي ريفرنس عادي. الان كيو دوت اللي بيدخل الناس في الطابور، يعني اعتبر كده ان دوت اعتبر ان الان كيو دوت هو اللي بيدخل اخر واحد في الطابور. يعني مثلا هنا نتعامل كده ان ده طابور ودي الاماكن، دي اول مكان عندي فاضي، الانكيو حط لي واحد هنا ايا كان. بعديها كل الاماكن دي فاضية، هنا مثلا الكاشير اتعامل بيه على انها حاجة ان ريل لايف يعني عشان تعرف تتعامل فيها. فده كده اول واحد، بعديها الانكيو حط لي واحد هنا كمان، بعديها حط لي واحد هنا كمان وهكذا. طيب اللي بعديها الدي كيو هيعمل لي نفس الحوار بس هيشيل لي من الاول، يعني مين اول واحد هيخش على الكاشير في دول؟ اكيد الراجل ده. طيب دخل على الكاشير خلص، مين اللي هيخش بعده؟ الراجل ده وهكذا. طيب نرجع ونكمل. بعديها عندك خلاص قلنا الدي كيو، بعديها عندك الكيو فول والكيو امبتي. طبعا بتشوف لك اذا كانت الكيو عندك فول ولا امبتي. هو كده كده انت بتتشيك على الموضوع ده بالسايز، يعني انت عندك الستاك سايز ف عادي، بس هو علشان يوزر بيبقى واخد على ان انت عندك فانكشن بتقولك في فول وفي امبتي فموجودين معانا يعني. والكيو سايز طبعا كل ده كل باي ريفرنس تمام، علشان زي ما قلنا في الستاك بوفر في الميموري ما اخدش منها الكابي والكلام من ده. بس في الشيت اللي قلت لكم عليه الشيت هيبقى محلول عادي جدا كأنها زي السلايدز بالظبط او زي ما الدكتور بيشرح. انت لازم يكون عندك كل الافكار، فانا هنا بقول فكرة في الشيت او في الملخص اللي احنا هننزله هيبقى برضو في فكرة تانية وهكذا. يبقى انت لمم كل حاجة، هي الموضوع نفس الحاجة بس الفكرة انك هتشوفها بشكلين مختلفين. يعني مثلا نفس العربية انت شايفها في الشارع بس ده لون وده لون، يبقى انت عرفت ان انت عندك معلومة ان هي فيها لونين، فاهم الموضوع؟ طيب اخر حاجة عندك الكيو سايز. طيب عايزين نمسك بقى كل فانكشن من دولت كده واحدة واحدة. نخش على الكيو دوت سي. اول حاجه عندك الكرييت كيو، طبعا لازم اعمل انكلود للكيو دوت اتش، معروف الكلام ده، وهنبعتها كل باي ريفرنس ماشي. اول حاجه احنا قلنا ان الكيو عندنا هنخليه بيساوي ايه، زيرو، الرير بيساوي ماينس وان، والسايز عندك بيساوي زيرو زي ما عملناها كده بالظبط. هنا بلاش ده بقى، تمام زي ما احنا عملناها هنا كده بالظبط. يعني لو دي الاماكن بتاعتي طيب نكمل، نعتبر ده مثلا ان ده كده الكيو بتاعتنا. طيب ده هنا عندي اللي هو الاندكس اوف زيرو، ده كده بداية الكيو بتاعتي او بداية الاري بتاعي. المفروض ان ده يبقى الفرونت بس انا دلوقتي ما عنديش حد، فده هيبقى كده اول الطابور بتاعي. يعني انا لو عندي الكاشير هنا اول بني ادم هيجي في الطابور هنا في المكان ده، اول بني ادم هيجي في المكان دوت هو اللي هيروح للكاشير. حلو. طيب احنا زي ما اتفقنا ما قلنا عند التوب عندك ممكن تخليها ب ماينس وان. هنا برضه احنا هنعمل نفس الكلام، انت الرير عندك هيساوي ماينس وان. ماينس وان دي فين في الاري؟ انا ما عنديش مكان في الاري اسمه ماينس وان، ماينس وان دي في الهواء او في الميموري يعني عشان نكون دقيقين. فالار عندك هنا هتبقى بماينس وان. طيب انا دلوقتي عايز ادخل حد في الطابور، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا الار ديت هتزيد واحد فهتبقى بزيرو، ادخل اللي انا عايز ادخله هنا في المكان ده. الفرونت عندي بقت بنفس
يعني اللي عندي دوت بقى هو اللي في الفرونت، فدلوقتي يقدر يروح على الكاشير مثلا عادي. تمام. طيب السايز، السايز عندي اول حاجة هيبقى السايز بكام؟ بزيرو، ما فيش حد عندي. تمام. طيب نروح نكمل. ده كده الكرييت كيو، اول حاجة الفرونت هتبقى بزيرو، الرير هتبقى بماينس وان، الكيو السايز هتبقى بزيرو. نخش على اللي بعديها الان كيو، زي بالظبط ما كنت بعمل في الستاك، ببعت لها ريفرنس للكيو، ببعت لها الحاجة اللي أنا عايز أدخلها، اللي هو مثلا هنا هتبقى variable اسمه item من النوع الانتري تايب. الانتري تايب اللي عندي إن أنا معرفها أساسا أنا هي عبارة عن ايه، integer. طيب نيجي بقى للحتة ديت، هي هتطول شوية في الشرح بس فهمتها في الان كيو، خلاص اتفهمت في الدي كيو، خلاص مش هنحتاجها تاني، خلاص كده الفيديو هيبقى خلص. تمام. أول حاجة بيقول لك ايه، شفت انت؟ مش انا بقول لك ان انت هنا اساسا في الرير، الرير عندك هيبقى بكام؟ الرير عندك هيبقى بماينس وان. طيب انا هحتاج ان انا هزوده يبقى رير بلس بلس علشان يبقى بزيرو، وعشان كده بعد ما هو بقى بزيرو خلاص انا اقدر احط البني ادمين هنا. طيب خلاص حطيت اول واحد هنا ايا كان، هعمل رير بلس بلس تاني عشان يجي يقف هنا، رير بلس بلس تالت عشان يجي يقف هنا، وهكذا. طيب امشي انا ازاي هنا؟ اول حاجة المفروض اني اقول له، المفروض اني بدل الكلام ده كده اقول له رير بلس بلس او رير ايكوال كيو اكسس الرير بلس وان. ده شكل. طيب في فكرة بقى، تعالى كده نشوف الرسمة اللي عندنا. لو انا فضلت ازود هنا رير بلس بلس، هنا رير بلس بلس، هنا رير بلس بلس، ايه دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. الرير عندي مثلا وصلت، هي كانت في الاول بماينس وان، زادت بقت زيرو، 1 2 3 4 5 6، فالرير عندي وصلت لستة. طيب كده دلوقتي انا المفروض ان الكيو دوت بقى عندي فاضي، بقى عندي قصدي مليان على اخره، كله اتملى، الرير عندي بقى بيساوي ستة. تمام. نبتدي نخرج من الطابور. مثلا ده كده راح اتعمل له دي كيو، وده راح اتعمل له دي كيو، وده راح اتعمل له دي كيو، وهكذا. طيب ساعتها لما انا اعمل رير بلس بلس تبقى الرير عندي بكام؟ الرير هتبقى بسبعة. طيب هل سبعة دوت هو فعليا اول مكان هنا؟ لا، يعني هي عبارة عن دايرة، فالمفروض ان ده وصل هنا خلاص، لو اللي بعده فاضي يخش عادي، وده فعليا بقى فاضي، هو خرج خلاص من الطابور، وده بقى فاضي، وده بقى فاضي، وده كمان بقى فاضي. فدلوقتي المفروض ان ده خلاص اتعمل له رير بلس بلس يجي هنا. طب ازاي اذا كان ده اندكس اوف زيرو اصلا؟ فما فيش حاجه اسمها ان هو اتعمل له بلس بلس فيرجع تاني للزيرو، فهيبقى فيه هنا كونديشن. تعالوا كده نراجع على الموديولس. لو انا مثلا ناخد نيو خالص، طيب لو انا مثلا هنا عندي 10 مد الاتنين هتطلع لك بزيرو، مفيش باقي عادي. طيب 9 مد الاتنين تطلع لك بواحد، ليه؟ عشان هنا هيجيب لك اكبر رقم اصغر منه يقسمه على الاتنين ويشوف فيه باقي ولا لا. يعني هو هيجيب لك هنا 8 بتساوي 8 على الاتنين، دي بتساوي 4، خلاص مفيش كسور. طيب وبعدين ايه اللي اتبقى من، يعني ايه اللي فاضل على 8 ديت عشان يروح للتسعة؟ واحد. فالمدة عندك هيبقى بواحد. ممكن تجيبها بطريقة تانية، اللي هو ايه، ان انت عندك التسعة على الاتنين، على الاتنين دي بتساوي 4.5. طيب هتعمل ايه؟ هتسيب الرقم الصحيح زي ما هو وتاخد ده كده وتضربه في الاتنين اللي انت قسم عليه، هي لفة كبيرة بس يعني ماشي، هيطلع لك بواحد، نص في اتنين بواحد. طيب انت دلوقتي اكيد، يعني احنا دلوقتي في ليفل 2 بناخد بي ال 2، فاكيد انت فاهم موضوع المد، بس في حاجة ممكن ما تكونش واخد بالك منها، اللي هو مثلا لو انا عملت 2 مد ال10 مثلا، ده تطلع لك زي ما هي 2. طيب 5
مد العشرة تطلع لك 2. هي مش شرط 10 بس، لا هو أي رقم يعني، مثلا 20 مد ال75 تطلع لك 5 تطلع لك 20 زي ما هي. يعني لو الرقم اللي عندي صغير تمام، عملت له مد على رقم أكبر منه هيطلع لي نفس الرقم الصغير. طب تعالى نشوفها كده على الكالكليتر عشان برضو تبقى ايه اتحفظت في دماغك شوية وشكلها باين. لو انا قلت له فين المد هنا، تمام، لو انا قلت له مثلا 2 مد ال5 هيطلع لك ال2. طب 20 مد ال75 هيطلع لك ال20. فأي حاجة صغيرة مد حاجة أكبر منها هيطلع لك نفس الحاجة الصغيرة. طيب من ناحية تانية 75 مد ال20، لا ده طبيعي هيطلع لك قيمة، هي كبيرة والتانية صغيرة، طلع لك 15 تمام. فخليك فاهم الحتة دي، لو انت عامل مد لحاجة صغيرة مد حاجة كبيرة، الحاجة الصغيرة هتطلع لك زي ما هي. طيب ده نستفيد بيه ايه؟ نستفيد بيه ان احنا لما نيجي هنا نفس الكيو بتاعتنا ماشي. لو انا هنا لو الرير وصلت عندي لاخر حاجة، هما دول كام؟ 1 2 3 4 5 6. لو الرير عندي وصلت لاخر حاجة يعني الرير هنا بتساوي 5 تمام، الرير عندي كانت بماينس 1 بقت بزيرو، 1 2 3 4 5، الرير عندي وصلت لغاية 5. طيب انا عايزة ترجع للزيرو تاني، ممكن اعملها ازاي؟ مش انا عندي مثلا لو انا قلت 2 مد ال2 هيطلع لي بزيرو، مفيش اي باقي قسمة. طب 10 مد ال10 هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، ما عنديش برضو اي باقي قسمة تمام. طيب فدلوقتي الرير عندي وصلت ل5 تمام. طيب المفروض ان انا عندي الماكس سايز هنا بكام اللي انا معرف بيه الاري بتاعتي؟ قلنا 1 2 3 4 5 6، فالماكس عندي بيساوي 6. طيب مش المفروض ان انا كل ما باجي ازود واحد في الطابور بتاعي ده بعمل ايه الاول؟ بزود الرير وبعد كده احط في اللي بعديه. فالمفروض الرير هنا عندي لما اجي ازودها الرير ديت تبقى بكام؟ ب6. طيب احنا بقى هنعملها ازاي ان هو اول ما يوصل للستة يقوم راجع للزيرو؟ نعملها بطريقة بسيطة جدا، ان انت هتقوله لما الرير عندك او كل مرة هتتشيك، كل مرة انت بتعمل فيها بلس للرير، يعني مثلا في كل في اول مره الرير عندك لو كانت بماينس 1 فهي زودناها بقت بزيرو. طب زيرو مد الماكس، الماكس عندي بكام؟ ب6، تطلع لك بايه؟ بزيرو. طيب زودناها 1 مد ال6 هتساوي 1، 2 مد ال6 هتساوي 2، وهكذا لغاية لما نوصل مثلا للخمسة. 5 مد ال6 هتساوي ايه؟ نفس الخمسة زي ما هي، فمش هيتغير فيها أي حاجة، هتفضل زي ما هي ثابتة. طيب نوصل بقى للي بعديها، حصل بلس بلس للرير وخلاص كده الكيو عندي بقت اتملت على الآخر، وعايزين نرجع تاني للأول، عايزين يعني نتفادى المشكلة اللي هي كانت حاصلة في الأري اللي أنا وريتها لكم في السلايد، اللي هو دلوقتي أنا خلاص وصلت لآخر الأري ومعنديش مساحة إن أنا أرجع للأول تاني بعد ما فضي. فاحنا عايزين نرجع هنا للأول تاني عشان ده خلاص كده بقى فاضي، عايزين نرجع نخلي الرير بتاعتي هي بزيرو فعليا. طيب نعملها ازاي؟ احنا قلنا هنا ان احنا الرير هتبقى رير بلس بلس فهتبقى ب6. طب 6 مد ال6 بكام؟ بزيرو. وده كده احنا يعني ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان هي اول ما وصلت للماكس بتاعت الكيو، اول ما وصلت للستة بقت 6 مد ال6 بتساوي زيرو، فكده عندي الرير بقت بكام؟ رجعت تاني للزيرو، وهنبتدي من الأول نفس الحكاية تاني. عشان كده هي اسمها سيركلر، دايرة تفضل تعيد وتزيد في نفسها، هتمشي من أول هنا لغاية هنا وبعد كده خلاص هنا خلصت، طيب ترجع بقى تعيد من الأول تاني وهكذا، فهي دايرة ومش بتخلص يعني. طيب نشوفها على الكودينج، فاحنا قلنا هنا إن احنا هنخلي الطبيعي ان احنا نزود الرير بتاعنا بواحد. طيب لو احنا زودناه
وزي ما قلنا هنقسم على المود او هنعمل مود الماكس. سوري، هنعمل مود الماكس. فدلوقتي اول مرة ان هي بسالب واحد خلاص بقت، عملنا لها بلس بلس بقت بزيرو. طب مود الستة، مود الماكس ايا كان احنا عاملينه هنا كام؟ 20، خليها 6 زي ما احنا كنا ماشيين عشان كتير اوي نوصل ل 20. فمثلا الزيرو مود الستة هتطلع لك زيرو. عملنا بلس بلس بقت واحد، مود الستة بواحد. عملنا بلس بلس مود الستة باتنين. عملنا بلس بلس مود الستة بتلاتة، وهكذا. وصلنا للخمسة مثلا، الخمسة عملنا بلس بلس بقت ستة، مود الستة بزيرو، فكده الدايرة رجعت تاني من الأول. طيب ده نفس ال دي كده خلاص، يا رب تكون اتفهمت. وبرضو هنا هنقولها بسرعة. تمام، هنا رجعنا تاني ان احنا نتعامل زي ما كنا بنتعامل في الستاك، اللي هو بنأكسس الأري بقى. فهقول له كيو أكسس الانتري عند الاندكس كيو اوف رير. انا عشان قلت لكم ان احنا بنعمل ان كيو فين؟ في الرير في الاخر، وبنسويه بالايتم اللي داخل لنا. وفي نفس الوقت كل ما هدخل ايتم جديد هعمل سايز بلس بلس. بس ده الفكرة. طيب الناحية التانية الدي كيو، الدي كيو باجي هنا برضو ببعت له كل باي ريفرنس، ببعت له ريفرنس على الايتم دوت عشان انا هعدل عليه بره في المين. و هنا بقى احنا مش يعني، هنا احنا كنا بنزود الاول وبعد كده نحط الاليمنت، لا هنا بقى العكس، بنطلع الاليمنت الاول وبعدين نزود. طب ليه؟ تعالى كده نشوف هنا. مش احنا قلنا مثلا ماشي، مش احنا قلنا مثلا ان هنا لو انا عندي مثلا اكس واي زد اي بي، طيب الفرونت عندي هيبقى فين؟ الفرونت عندي هيبقى هنا عند الزيرو، صح كده؟ طيب ده عملنا له خلاص دي كيو وطلع بره، خلاص ده طلع ما بقاش موجود، يعني ده كده ما بقاش موجود. طيب المفروض ان انا هعمل فرونت بلس بلس، فالفرونت يجي يبقى واقف هنا اهو، برضه هيطلع لنا الواي. الواي طلعت، الفرونت جه هنا، خلاص الزد طلعت، الاي طلعت، البي طلعت، ايا كان هنا مثلا سي، السي طلعت. طيب برضو نفس المشكلة وقعنا فيها تاني، وصلنا لغاية الآخر. طب وبعدين عايزين نرجع نكمل الدايرة بتاعتنا، فهنعمل نفس الكونديشن بالظبط، إن أول ما كل بلس بلس بعملها على الإف، لو الإف وصلت إن هي توصل لنفس الرقم بتاع الماكس مثلا اللي هو الستة، فلو لو الإف عندي أو الفرونت بقى بستة، ساعتها أقول له ستة مد الستة اللي هو الماكس بتاعي هيساوي إيه؟ زيرو. كده رجعت تاني برضو بقى عندي هنا الفرونت، الفرونت بقى موجود عندي هنا في الزيرو. فبرضك نفس موضوع السيركلر. طيب لو انا بقى عكست، لو عملناها زي اللي فوق ان احنا يعني زودنا الاول بعد كده بلس بلس، لو انا عندي هنا الاف بزيرو الاول عند الاندكس اوف زيرو، زودنا خلاص الاف بقت عند اندكس اوف وان، طب اندكس اوف زيرو ما تشالش، انا زودت وبعدين شلت، فزودت بقت الاف موجودة هنا اهو. طيب هتشيلي ده كده بره، خلاص اوكي باي باي. طب اول واحد ما تشالش، فكده انا ضيعت اول واحد، فانا ببتدي من عنده. عارف انت لو احنا كنا عاملين فرونت بماينس وان، ساعتها كنت اقول لك ماشي نزود الاول وبعد كده نشيله، بس لا احنا عاملينه بزيرو. فهنيجي هنا هنقول له ريفرنس الايتم هيساوي الكيو بي اكسس الانتري عند الاندكس بتاع الكيو اوف فرونت او كيو اكسس الفرونت. طيب وبعدين هقول له الكيو اكسس فرونت بيساوي الكيو اكسس فرونت برضو زي ما هي بلس ال 1، زي ما احنا كنا بنعمل مثلا اكس ايكوال اكس بلس 1، ده شيء طبيعي عادي الموضوع ده. هنا نفس الكلام، اعتبر ان دي كده اكس وان دي كده اكس برضو بس بلس 1. فانا بقول له هنا كيو اكسس فرونت ايكوال كيو اكسس فرونت بلس 1، بس عايز الكلام ده كله كده مود الماكس عشان نضمن ايه؟ ان هي تبقى سيركلر. وبعديها بقول لك سايز ماينس ماينس، علشان لو عشان انا كل ما بشيل واحد السايز ينقص عندي واحد. طيب الكيو فول بجيب له السايز، لو السايز عندي طلع بيساوي الماكس، يعني احنا قلنا هنا الماكس مثلا بستة، فانا فعليا عندي 6 خانات، ادي 1 2 3 4 5 6،
فدولت اول ما يبقوا بستة، الستة هتساوي الماكس، فكده انا عندي ال Q full فعلا. طيب Q empty مش محتاجة، ان ال Q تبقى بزيرو، السايز هيبقى بزيرو، فانا اول ما السايز عندي يبقى بزيرو يبقى ده Q empty، وال Q size هعمل return size بس كده. طيب تعالوا نرن. برضك عندك نفس ال conditions while not Q full اعمل لي in Q، while not Q empty اعمل لي dq، و بس نعمل برنت للسايز خلاص. يعني يعتبر نفس الموضوع بتاع الستاك. طب ليه نفس الموضوع بتاع الستاك او نفس الشكل ونفس الموضوع ده؟ علشان اليوزر ما بيبقاش فاهم ايه اللي موجود جوه الامبلمنتيشن هناك، يعني الامبلمنتيشن بتاعه بيبقى بالنسبة له مجهول، هو ما يعرفش ايه اللي موجود هناك، فلازم نوحد الشكل اللي هو يعرف يتعامل بيه. عشان كده حطينا له كيو فول وكيو امبتي والكلام ده. طيب لو رنينا الكونسبت بتاع الكيو ان هي فيرست ان فيرست اوت، طيب انا دلوقتي هعمل ان كيو، بس احنا خد بالك ان احنا كنا عاملين الاري بتاعتنا او التايب ديف بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها عبارة عن انتري، فهنمشيها ارقام. انا مثلا اقول له 11 ان كيو 11، وبعديها ان كيو 12، ان كيو 13، ان كيو 14. طيب عايزين بقى نعمل نجيب الاول كيو سايز، المفروض ادي 11 12 13 14، يبقى ايه الكيو سايز بتاعتي 4، فانا هقول له 3 هيقول لي الـ4. تمام. طيب نكمل، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل دي كيو. المفروض ان انا لما اعمل دي كيو هيبقى فيرست ان فيرست اوت، مين اول واحد دخل؟ الـ11، بعديها الـ12، بعديها الـ13، فهتبقى بنفس الترتيب فعليا. فانا لما اعمل كده ادي الـ11 طلعت، 12، 13، 14، وبعديها هيقول لي ايه الكيو بتاعتي امبتي بس. وكده خلص الامبلمنتيشن تبعه بقى الشيتات، هحل برضو الشيت بتاع الكيو، واتمنى يا رب تكونوا فهمتوا. شكرا.